السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرات الأخبار من قناة المرابطون وتتابعونا فيها. مفاوضات في العاصمة نواكشوط بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي لتجديد بروتوكول الاتفاق بين الطرفين في مجال الصيد. الرئيس الموريتاني يطلق من ولاية البراكنة الحملة الزراعية للموسم 2019-2020. يوم مفتوح حول تحسين قدرة التجمعات المحلية وأمنها الغذائي على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية في موريتانيا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عقدت بمبنى وزارة الصيد والاقتصاد البحري في العاصمة نواكشوط جلسة مفاوضات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حول بروتوكول جديد للصيد البحري في إطار اتفاقية الصيد بين الطرفين، وينتظر أن ينتهي البروتوكول الحالي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد منتصف شهر نوفمبر المقبل. وقد ترأس الجانب الموريتاني في هذه المفاوضات المدير العام لاستغلال الثروة السمكية، وعن الجانب الأوروبي المديرة العامة للصيد البحري بالاتحاد. أنهى الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز زيارته إلى الداخل والتي بدأها صباح الثلاثاء، حيث أشرف ببلدية شجار التابعة لولاية البراكنة على الانطلاقة الرسمية للحملة الزراعية للموسم 2019-2020. كما وضع الرئيس كذلك بمدينة كلمسين الحجر الأساسي لبناء خط كهرباء عالي الجهد يربط بين المدينة والعاصمة نواكشوط، واطلع على مستوى تقدم الأشغال في الميناء متعدد الأبعاد بمركز جاغو الإداري. التفاصيل نتابعها فيما يلي. الرئيس محمد عبد العزيز يفتتح الحملة الزراعية للعام 2019-2020 من سد فتشي ببلدية شجر بولاية البراكنة، وذلك قبيل أيام من مغادرته السلطة. واستمع عبد العزيز خلال إشرافه على افتتاح الحملة الزراعية لعروض فنية في مجال السدود تتضمن شرحا فنية حول خصوصية سد فتشي ومكوناته. وتهدف الحملة الزراعية لهذا الموسم بحسب الجهات الرسمية إلى استغلال مساحة 319,707 هكتارات بين القطاعين المروي والمطري. وشهدت الأسواق الموريتانية مؤخرا ارتفاعا في أسعار بعض الخضروات بفعل تأخر شحناتها المستوردة من المغرب، وهو ما أدى إلى حالة من الغضب بين المواطنين بفعل عجز موريتانيا عن توفير حاجياتها الغذائية رغم وفرة مساحاتها الزراعية. وقد غادر الرئيس محمد عبد العزيز ولاية البراكنة إلى كرمسين في ولاية ترارزة لوضع حجر أساس لبناء خط ربط كهرباء عالي الجهد يربط بين نواكشوط وكرمسين إضافة لمحطات تحويل. وأزاح عبد العزيز الستار عن اللوحة التذكارية المخلدة لهذا المشروع، كما اطلع على بياناته التوضيحية واستمع إلى شروح حول مكوناته وخصائصه الفنية وآفاقه المستقبلية. وتعتبر هذه آخر جولة داخلية للرئيس محمد عبد العزيز قبيل تسلم خلفه محمد الغزواني مهامه مطلع الشهر المقبل بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وتشهد موريتانيا حالة من الترقب قبيل تنصيب الرئيس الجديد، حيث انتقد مرشح المعارضة ما وصفوها بمحاولة الرئيس محمد عبد العزيز البقاء في السلطة من وراء ستار، ووصفوا التعيينات والنشاطات الرئاسية الأخيرة بأنها تهدف إلى خلق مناخ يفضي إلى عدم الاستقرار ويعيق تطبيع الحياة الديمقراطية. يتزايد الحديث في موريتانيا عن موضوع الحوار السياسي بعد لقاء سابق جمع بين الناطق باسم الحكومة والمترشح إبرام الدهبيد الذي حل ثانيا في الانتخابات 22 يونيو الرئاسية. آخر المعطيات بهذا الخصوص دعوة إبرام الدهبيد مساء الاثنين بقصر المؤتمرات في نواكشوط إلى التفاهم والحوار وتقديم التنازلات. التفاصيل نتابعها في هذا التقرير. بين الحكومة والمعارضة ذات مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد نعالي والمحمد خونة إنه التقى المترشح للرئاسيات الأخيرة برام الداه العبيد في سبيل إطلاق حوار وطني شامل بين الموالاة والمعارضة. وأكد في ذات الخرجة أن اللقاء كان بصفة حزبية وليس من موقعه في الحكومة، مؤكدا فتحهم الباب للحوار من أجل تسوية الأوضاع وتهدئة
ذا الوضع اللي نعيشه. الناس طابع لأن المعارضة عندنا لا تطلب نتيجة الحوار سابق خلقاء الحوار. نزمنوا استعداد ذو اللي منهم فاتوا استعدوا لأنهم يختاروا بدون شرط بدون قيد تشد الأخبار في المشاكل اللي تهم بهم هم، وإحنا مستعدين كيف كنا دائما مستعدين للحوار. الدعوة إلى الحوار كان لها صدى في الساحة السياسية، حيث أكد المترشح برام والداه العبيد ضرورة الحوار بين الموريتانيين، ودعا إلى التنازل من أجل تحقيقه. تنازلوا أيها الموريتانيون، تحاوروا أيها الموريتانيون، تفاهموا أيها الموريتانيون. نحن ما نتنازل عن حقوق الشعب، يا غير نتنازل من أجل الوفاق. رويداً رويداً تبنى الديمقراطية بالنضالات بالتضحيات. غير أن مراقبين يطرحون تساؤلات عديدة في ظل الحوار المحاول إطلاقه هذه الأيام، ومن أبرز تلك التساؤلات كيف تحاور وتحاور حكومة منتهية المأمورية، وبأي صفة يمكنها ذلك؟ ألا يعتبر نظام الرئيس المنتخب استمرارا لنهج الرئيس المنصرم الذي قطعت المعارضة وشائج الحوار معه واعتبرته رمزا للفساد والاستبداد، بل وطالبت برحيله زمنا طويلا؟ وكيف للحكومة أن تحاور مترشحين للرئاسة بعيدا عن الأحزاب الداعمة لهم والتي كان لها دور معتبر فيما حصلوا عليه من نتائج؟ أم أن المراد من هذا الحراك تهدئة الوضع وتهيئة الساحة وانتزاع الاعتراف بالرئيس الجديد؟ نظمت وزارة البيئة والتنمية المستدامة يوما مفتوحا في العاصمة نواكشوط حول مشروع تحسين قدرة التجمعات المحلية وأمنها الغذائي على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية بموريتانيا. وعرف اليوم المفتوح الذي أشرف على إطلاقه وزير البيئة والتنمية المستدامة مشاركة عدد من الخبراء والفاعلين في القضايا البيئية والمناخية وممثلون عن بعض شركاء موريتانيا التنمويين. هذه الأيام المفتوحة اليوم هي أيام مفتوحة لاختتام أحد المشاريع اللي موجودة على مستوى وزارة البيئة اللي كانت تتنفذها بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، وعبارة عن حصيلة لنتائج هذا المشروع اللي يتم اختتامه اليوم. وبعد طبعا 5 سنوات من العطاء هذا المشروع استفادت منه 8 ولايات على مستوى 85 قرية، وتدخل في إطار مجموعة من الأنشطة على 3 محاور. المحور الأول هو تدعيم القدرات، من خلاله تم تدعيم قدرات كافة الأجهزة الفنية لوزارة البيئة على مستوى الداخل في الولايات 8، تدعيم قدراتها الفنية واللوجستية، بالإضافة إلى الفاعلين الآخرين اللي عندهم ارتباط بالمجال البيئي. المكونة الثانية تركزت حول حماية الأراضي من التدهور، تثبيت الرمال، حماية المراعي، غيره من الأنشطة المهمة اللي تم تنفيذ نتائج جيدة من خلالها. نوح الأمين العام للنقابة المهنية للحمالين شمس والحبيب بالتصعيد إذا لم تتحقق مطالب الحمالين، منتقدا تعاطي الجهات المعنية مع ملفهم. وقال والحبيب خلال مؤتمر صحفي في نواكشوط إن الحمالين لا بد وأن يحصلوا على حقوقهم، مضيفا أن على السلطات أن تفي بتعهداتها. ينهارات من طريق الانتخابات للشعب الموريتاني وصبغنا كاملين لأن أجال عن التنصيب، يغال يفهم أن الجاي وأن الباقي وأن الماشي أن الحمالة لا بد لها من حقوقها، لا بغات الدولة تعطيهم ولا بغات الحمالة الدولة تقبع حقوقها. أسوأ اللي يتكلم من اليوم على ذا المنبر رسالة ممشيها للدولة ومشيها للشعب الموريتاني في الداخل وفي الخارج، يفهم أن الحمالة
ان هي اللي بيبنوا عليها موريتان، وهي المؤسسه، وهي قرادات موريتان، وهي حمير موريتان. واليوم ناعات ما في الغايه سبحتوا ما صغر لها شبنا رجال 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 ارباب الاعمال. وهذا انا نقول انه ما هو مقبول ولا ينذكر. الدوله وحدين يخلوا عنه موريتان ساكن. في ذات السياق دعا الامين العام المساعد للكونفدراليه الوطنيه لوحده العمال الطالب والمربه الى تطبيق مضمون الاتفاق الاخير الموقع بين الحمالين والجهات الرسميه الموريتانيه. وطالب المربه الحكومه الموريتانيه بتسويه ملف الحمالين قبل انتهاء ولايه الرئيس الحالي محمد ول عبد العزيز. شاغل عند العمال هذا المحضر اللي وقعت معهم الوزارات ثنتين وصاحب ارباب العمل ومفتش الشغل واقسام النقابات. هذا المحضر يالت الدوله تطبقه توف يالت تطبقه يالت يود من انجازاتهم هم ذي العشريه اللي هم يتبجحوا بها. العشريه احنا مواسين على انها عشريه، قالنا عشريه الحماله من اللي احنا بعد طبعا اللي جبرنا فيها هذا اللي هو لا الويل والوياله اللي ممارسه لنا من 2013 الى ظهر هم يقولوا العشريه. نختار هذه الحكومه اللي انتوا عاد تمشي ذو الملفات اللي متباركه معاهم تسوي. احنا ملفنا لا من ضمن الملفات اللي يلا يسوى يلا يسوى توف هو ملف. انتم ما قينوا معنا جهاتكم كاملين وزراءكم الثنتين ورا صاحب ارباب العمل يلتكم تطبقوا ذا المحضر. هذا المحضر اللي ما تطبقوه لا يتم دائما عندكم مشكله مع العمال، دائما مشكله العمال هذا المحضر اللي انتم مقين ما بين تطبقوا. أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بالتعاون مع الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ورشة تفكير في نواكشوط حول تعليم الأطفال المعاقين بموريتانيا. واستعرض المشاركون في الورشة أبرز التحديات التي تواجه تعليم الأطفال ذوي الإعاقة في موريتانيا، مطالبين بتطويره وتعميمه لكي يشمل مختلف فئات الأطفال المعاقين بمختلف المدن الموريتانية. تم انشاء لاول مره في التاريخ مركز يقال له مركز التكوين والترقيه الاجتماعيه للاطفال ذوي الاعاقه، يعنى بتعليم فئه الصم والمكفوفين واطفال التوحد والاعاقه الذهنيه. يسجل فيه ما 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 ما, ما يقرب من 400 او يزيد من هؤلاء الاطفال، يقدم خدمات مجانيه كخدمه النقل والكفاله المدرسيه والتعليم والحقيبه المدرسيه. وتاتي هذه الورشه هي ورشه تفكيريه حول تعليم الاطفال ذوي الاعاقه في اطار الاحتفال باليوم الوطني للاشخاص ذوي الاعاقه 29 يونيو، والذي ستناقش من خلالها جمله من العروض والبرامج المنهجيه والتدريبيه والتكوينيه والتوجيهيه لصالح الجمعيات العامله في هذا المجال من ناحيه، وكذلك القطاعات وخاصه قطاع الشؤون الاجتماعيه والطفوله والاسره وقطاع التعليم المعني الاول به تعليم وتربيه وتكوين هذه الشريحه. طبعا يشارك فيها الكثير من ممثلي الجمعيات العامله الميدان من اباء التلاميذ من قطاع التهذيب وقطاع الشؤون الاجتماعيه والطفوله والاسره، ونامل ان تسفر هذه الورشه عن نتائج هامه في هذا المجال ان شاء الله. قال علي حيدو الاسحاق مدير الاشخاص ذوي الاعاقه بوزاره الشؤون الاجتماعيه والطفوله والاسره ان الورشه تسعى الى الخروج بتوصيات لتجاوز التحديات التي تواجه تعليم الاطفال ذوي الاعاقه في موريتانيا، مضيفا في تصريح لقناه المرابطون ان هناك نواقص تتطلب لقاءات بين الفاعلين من اجل البحث لها عن حلول. ورشه مهمه جدا للقطاع، قطاع الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة والفاعلين بصفة عامة وقطاع التعليم، لأنه الهدف منه هو تحسين وضعية التعليم. أننا نخرج بتوصيات وخريطة طريق لحل هذه التحديات اللي مطروحة لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة. إن كان تعليم خلق فيه قدر من الإنجازات وفتح مراكز وبرامج والجانب التكويني مازالت هم نواقص تحتاج مادة تجابر الفهم بينات الفاعلين الإدارة المركزية مركز الطفولة مركز تكوين الأطفال ذوي الإعاقة والتعليم وجميع المنظمات اللي عاملين بحق الإعاقة في مجال تعليم الأطفال ذوي الإعاقة
وراجي ان شاء الله ان عند نهايه الورشه ان شاء الله خرجنا بتوصيات مهمه لا يتساهم في تعليم الاطفال ذوي الاعاقه يتطور وينزاد ويحسن مثلا اداء التعليم. ناقشت اللجنة المكلفة بمراجعة النظام الداخلي للجمعية الوطنية خلال اجتماع عقدته الثلاثاء برئاسة رئيسها النائب البرلماني محمد ولرزيزيم، ناقشت اللجنة خلال اجتماعها الملاحظات الملحة على مشروع قانون مراجعة النظام الداخلي للجمعية الوطنية والمرتقب أن تتم المصادقة عليه في وقت لاحق. رياضيا، في هذه النشرة تعادل المنتخب الوطني للمحليين مع نظيره السنغالي سلبا خلال مباراة ودية جمعت بينها مساء الاثنين بالسنغال، حيث يخوض المرابطون المحليون معسكرا تدريبيا تحضيرا للتصفيات المؤهلة لبطولة إفريقية للأمم عام 2020. وينتظر أن يخوض المنتخب الوطني مباراة الذهاب أمام منتخب الرأس الأخضر في 27 من الشهر الجاري، فيما ستجري مباراة الإياب في 3 أغسطس المقبل بالعاصمة نواكشوط. إقليميا، أعلنت بريطانيا عن اعتزامها نشر 250 جنديا ضمن القوات الأممية في شمال مالي بدءا من عام 2020. وقالت وزيرة الدفاع البريطانية في تصريحات نقلتها وكالة رويترز إن القوات البريطانية ستعمل إلى جانب شركائها في المنطقة من أجل المساعدة في ترسيخ السلام عبر محاربة تهديد التطرف في مالي. تفاصيل أوفى نتابعها فيما يلي. بريطانيا تعلن عن نشر 250 جنديا في مالي ضمن القوات الأممية لحفظ السلام بدءا من العام المقبل. القرار جاء على لسان وزيرة الدفاع بيني موردونت. وقالت موردونت في تصريحات صحفية لها إن القوات البريطانية ستعمل إلى جانب شركائها في المنطقة من أجل المساعدة في ترسيخ السلام عبر محاربة تهديد التطرف في مالي. ويأتي قرار بريطانيا نشر قوة عسكرية بمالي في وقت تتصاعد فيه هجمات الجماعات المسلحة في شمال ووسط البلاد. فقد أعلن الاثنين عن جرح 4 جنود 3 منهم فرنسيون في انفجار سيارة مفخخة عند مدخل قاعدة عسكرية فرنسية في مدينة غاو شمال مالي. وتوجد لدى الأمم المتحدة 12,000 جندي في الشمال المالي منذ عام 2013، وينتظر أن يقرر مجلس الأمن الدولي لاحقا ما إذا كانت ستبقى في البلاد أم أنها ستنسحب، خصوصا بعد الإعلان عن تشكيل قوة عسكرية إفريقية لدول الساحل الخمس رغم التحديات التي لا تزال تواجهها. وقد أعلنت الأمم المتحدة قبل أشهر أن حصيلة قتل الجنود الأمميين في مالي وصلت 177، وذلك منذ تاريخ نشرها عام 2013. وتعاني مالي من تهديدات الجماعات المسلحة منذ سقوط مدنها الشمالية بأيدي الجماعات عام 2012، وهو ما استدعى تدخلا فرنسيا وعلى إثره نشرت الأمم المتحدة قوات في شمال البلاد. ورغم أن مناطق الشمال لم تعد تحت سيطرة هذه الجماعات، إلا أنها لا تزال تنفذ هجمات باستمرار ضد القوات الأممية والفرنسية والمالية على حد سواء. مغاربيا، أسفرت اشتباكات بين قوات تابعة لخليفة حفتر وأخرى تتبع لفائز السراج عن سقوط أعداد وصفت بالكبيرة من القتلى والجرحى. يأتي ذلك في ظل مساعي يقودها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة من أجل إيجاد توافق ينهي عمليات الاقتتال المتصاعدة بطرابلس منذ أشهر. التفاصيل فيما يلي. اشتباكات عنيفة جديدة بين طرفي الصراع الليبي أسفرت عن عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين بعد أسبوع من الهدوء. وقد أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني على لسان المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التصدي للهجوم الذي نفذته القوات التابعة لخليفة حفتر على عدة محاور جنوب العاصمة طرابلس.
وقال مصطفى المجمعي إن قوات حفتر شنت الهجوم في محاور عدة جنوب العاصمة الليبية، من بينها قصر بن غشير، عين زارة والسبعة، مضيفا أن الطيران الحربي التابع لها شن ضربات عدة في تلك المحاور، وخلف ذلك بعض الخسائر في صفوف قوات حفتر. من جانب آخر، أكدت شعبة الإعلام الحربي لقوات حفتر أنها قد أحرزت تقدما في جنوب العاصمة طرابلس، مشيرة في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك إلى أن الوحدات العسكرية تتقدم بخطى ثابتة في جميع محاور العاصمة وتسيطر على مواقع وتمركزات جديدة. سياسيا، ومع تزايد الاشتباكات في طرابلس، بحث رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة سبل وقف التصعيد العسكري. وكانت البعثة الأممية قد أكدت في بيان صادر عنها سعيها للعمل مع كافة الأطراف المحلية والخارجية لتجنب التصعيد في ليبيا وحماية المدنيين من أي استهداف، مبدية قلقها من خطورة الوضع في البلاد. وقد خلفت عمليات الاقتتال في طرابلس والقائمة منذ شهر أزيد من 1000 قتيل وخمسة آلاف جريح بحسب منظمة الصحة العالمية. من جانب آخر، طالبت وزارة خارجية الوفاق الوطني الحكومة التونسية بتسليمها الطيار الذي كان يقود طائرة حربية من نوع L-39 التي هبطت اضطرارا بمنطقة مدنين جنوب تونس يوم الاثنين. إلى المغرب، حيث يدور جدل في الأوساط السياسية هذه الأيام بشأن مشروع قانون حول منظومة التربية والتكوين في البلاد يقضي بتدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية. حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة حاليا كان من بين أكثر الأحزاب التي شهدت خلافات بشأن الموقف من هذا المشروع. وقال رئيس الحكومة السابق عبد الله بن كيران إنه فكر في مغادرة الحزب بعد تصويته على مشروع القانون. نتابع. جدل في الأوساط السياسية المغربية بشأن مشروع قانون حول منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. فقد عقد رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثمان اجتماعا عاجلا مع فريقه البرلماني في مجلس النواب، حثهم فيه على الانضباط لقرارات الحزب والتصويت بنعم لمشروع القانون بعد تصريحات للأمين العام السابق للحزب عبد الإله بن كيران في بث مباشر على صفحته على فيسبوك. قال فيها إنه فكر كثيرا في مغادرة الحزب بعد التصويت على مشروع القانون الإطار في الجلسة المرتقبة. تصريحات بن كيران هاجم فيها الأمانة العامة للحزب، والتي قال فيها إن حزبا يعتبر توجهه إسلاميا لا يمكن أن يقدم لغة المستعمر على اللغة العربية لأنها لغة القرآن. وفي رده على تصريحات الرئيس السابق للحكومة، قال العثماني إن من يهاجمون القانون الإطار لم يقرأ أي منهم نصه رغم أنه متوفر حسب قوله. ويأتي اجتماع العثماني بالفريق البرلماني بعد خلاف بين نواب الحزب داخل لجنة التعليم بالبرلمان المغربي، وهو الخلاف الذي أدى لاحقا إلى استقالة إدريس الإدريسي من رئاسة الفريق البرلماني للحزب. وينص القانون الإطار الذي سبب واحدة من أكبر الأزمات الداخلية في أكبر الأحزاب المغربية حاليا على عدة نقاط، أهمها وأكثرها جدلا المادتان 02 والمادة 31 المتعلقتان بتدريس بعض المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية. وقد اتفق العثماني مع نواب الحزب على التصويت لصالح مشروع القانون عند عرضه في الجلسة العلنية المقبلة. إلى هنا مشاهدينا الكرام، نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. مفاوضات في العاصمة نواكشوط بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي لتجديد بروتوكول الاتفاق بين الطرفين في مجال الصيد. الرئيس الموريتاني يطلق من ولاية البراكنة الحملة الزراعية للموسم 2019-2020. يوم مفتوح حول تحسين قدرة التجمعات المحلية وأمنها الغذائي على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية بموريتانيا.
يمكنكم مشاهدنا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. شكرا لحسن المتابعة، السلام عليكم.